أغتنم هذه الفرصة للتوجيه يعني لبعض النصائح من أجل أن يغتنم أبناؤنا هذه الأوقات وهذه الفرصة لتحقيق أكبر إنجاز. لابد من أن يتحقق أولاً لدى أبنائنا وأن يغرس في قلوبهم أن الموفق هو الله سبحانه وتعالى. عليهم أن يبدأوا يومهم أولاً بطاعة الله سبحانه وتعالى، وخير الأوقات التي يبدأ فيها يبدأ يومه من خلال طاعة الله عز وجل في صلاة الفجر، فيبدأ يومه بهذه الطاعة بالوضوء وبصلاة الفجر، ويأتي ورده من القرآن والأذكار، ثم إذا ما بدأ يبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى ويبدأ بسم الله عز وجل، ويغتنم هذا الوقت وقت الفجر بعد أداء هذه الطاعة، وهو من أهم الأوقات التي يكون فيها عقله في أوج نشاطه وفي قدرته على الاستيعاب والحفظ. كذلك الحال أيضا يعني يغتنم الوقت بعد العصر في الوقت الذي يكون فيه عقله في أوج نشاطه، وأن يتجنب النوم في هذه الأوقات، يسعى إلى ألا يثقل نفسه وألا يكثر في النوم، لأنه اللي يحتاج له أبنائنا كافي 6 ساعات إلى 8 ساعات في النوم، ثم يستعين ببعض الأذكار يعني متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله عز وجل حينما يبدأ بسم الله، ويسأل الله عز وجل يعني هذا الدعاء: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وإصرارنا بطاعتك، إنك على ما تشاء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما دخل قاعة الامتحان يعني يأتي بعض الأذكار: اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك وليا وسلطانا نصيرا. وأيضا يعني يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يفتح عليه فتح العارفين، وأن يرد عليه يعني ما حفظه.